مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وقصة إنسانية، حالة إنسانية، حالة تستحق أننا نتابعوها، حالة تستحق أننا نساعدوها، حالة تستحق أننا نجيو عندها، حالة تستحق أن أي واحد شاف هاد لا فيديو يهز هاد الرقم ديال التليفون اللي غنحطوه ويتواصل مع هاد السيد الله يجازيه بخير اللي جابنا لهاد عند هاد الحالة. الحالة اللي قدامنا الآن كيف ما قلت لكم هي واحد الحالة إنسانية، حالة بكل صدق ملي كتدخل عند هاد السيده كتحس بواحد بواحد الامان، بواحد والله العلي العظيم واحد الاحساس كتحس به، كتحس ان بكل صدق ان الملائكه تحلق في هذا المكان، وان 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 كاين 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 النيه، كاين كاين الله سبحانه وتعالى اللي هو ولينا واللي هو نصيرنا واللي هو اللي عند اي مظلوم وعند اي واحد كيقول انا ما عندي لا حنين لا رحيم، كاين الله سبحانه وتعالى. اليوم جينا عند هذه المهمه الحنينه باش نوصلوا الصوت ديالها، لان مسكينه ما كاينش اللي يوصل الصوت ديالها، ما عندها ما نقولش لا حنين لا رحيم، لا كاينين الرحماء وكاينين الناس اللي كيحنوا، خصنا غير نوصلوا لهم الرساله، وكاين الله سبحانه وتعالى في السماء ديالو وكينزل الارض اللي عندنا، والله كيشوفنا، والله اللي كيسخر قوم القوم. وكنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يسخر لنا عباده الصالحين ويسخر لنا الناس اللي كيخافوا الله والقلوب الرحيمه والناس اللي عندهم ضمير انهم يوقفوا مع هذه السيده. هذه السيده هي الاخت ديالها، جوج ديال السيدات مسنات مريضات، ولكن الجميل في الامر هو الوفاء، الوفاء والاخلاص والحب اللي بين هاد جوج الاخوات، اللي وحده فيهم هزه الاخرى بالرغم ان حتى الاخرى خص ليها هزه. للاسف الشديد ما لقيناهاش، خرجات مسكينه باش تجيب ليها ما تاكل. الله يجزيكم بخير، اي واحد غيشوف هاد لا فيديو هذا ممكن تلتحق بينا، الاخ انت تهضر معنا وتلتحق بينا، انت غتكلم على هاد السيده احسن منها هي، ولو ان هي الصوره راها باينه. تفضل اخويا. السلام عليكم. شد اخويا من هنا من هنا باش. السلام عليكم. شكرا اختي فاطمه الزهراء، كنشكر شفتي شوف تي في اللي صراحه قناه خدمات الناس بزاف وعملت الناس بزاف، كنشكرهم من هذا المنبر وعلى اسماء اختي فاطمه الزهراء والاخوه اللي كيتعاملوا معاك كيتعاملوا معها. شنو نقول للمشاهدين؟ هاد السيده مسكينه كنعرف انا جاها انا في اللوطي في السلطان، انا جاها سيدي. هاد السيده مسكينه كانت صحيحتها ملي كان والديها مات، والديها مسكينه ما تزوجات هي وخسر اخرى اللي مشات مسكينه دابا تقد تجيب لها ما تاكل، ما تزوجوا مساكن ما قدر الله ما شاء على هذا هو حال الدنيا. ودابا السيده مسكينه كتقول 12 عام وهي ما كتنضرش مسكينه 12 عام، وش نقول لك كما قالت اختي فاطمه ما كاينش كاين رحماء كاين غير كاين مسكينه السيده كتعاني معاناه كبيره. تصور انت 12 عام ناس على جنب واحد 12 عام ما كاينش اللي يهزها، ما كاين دخيله مسكينه حتى خبزه، اختها مسكينه هي مجوجات مشاده مسكينه عند الله ماشي اش كدير باش تجيب لهم خبيز تجيب لهم ما تاكل مسكينه. شحال تكون عندها من عام خويا عبد الرحيم؟ 57 باقا صغيره. اختك في الزيده؟ اختها منا عام. حنا اللي كنطلبوا من مشاهديكم انهم هذه الحاله كما قلت مزهراء انهم يشوفوها ويتعاطفوا معها، وما بغات حتى شي حاجه، بغات مسكينه غير الناس يهزوها يديوها السبيطار الدواء وتولي بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي بغينا، ما باغا لا فلوس لا والو مسكينه، باغا غير صحيح حتى مسكينه. لا كنطلبوا الناس يا خويا، شنو ميسيان؟ طلبوا الناس يجيبوا لنا شي ميسيان. اييه كي دايره؟ حبك حبك الله. كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. داكشي اللي كاين معذبه شويه محنا بزاف. الحمد لله الحمد لله. كان نتقلب اوك اوك اوك. تقدري تقلبي بوحدك؟ خاص اللي يقلبك، ما كتنوضيش كاع. ما قلبتنيش اختي. اللحيمه ما طيباش بعدا؟ لا ما طيباش. لا ما كلها. هذا هو المهم انك ما تكونيش طيبه. لا شنو وقع لك حبيبه؟ شنو وقع لك؟ فينا ومع عائلتك؟ لا تحت. تحت السطح تما كنت تحت. تعكلتي تما بقيت شاده قلت على قول سبابي. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله الا محمد رسول الله. الله يشافيك امانتي. الحمد لله. الله يشافيك. دابا كاينه غير انت والاخت ديالك. شافيني وشافيك. ما كاينه غير انت وخويتك، ما عندكم حد، لا عائله، فين الوالدين؟ فين هما؟ عندنا العائله ما كاينش عندي حتى حد. ما كاينش عندك.
كاينين الخوت عندهم خوتهم وقيله من الاب ديالهم ولا شي حاجه؟ لا ما كاين لا خوت لا والو. لا يعني انت ولدا ولداتكم امك وباك غير انت واختك وخالات وداك الشيء حتى واحد ما يجي يطل. صافي كانت الدار عامره وكان الداخل والخارج وكانت ما يموت هاي موت اختي وقال جدي كون على بال. كنتي كتخدمي فاش كنتي في صحيحتك؟ كانت ديك الراندا الراندا في الدار مزيكينا الناس محافظين مخلوش منهم يخرجوا ساكن في الدار غير في الدار الراندا كانت مديرها الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والنعم لله يا رب اللهم لك الحمد. بعد المزارات خرجتي لها قلبها مسكينة. زوينة مسكينة زوينة زوينة السيدة ما تستاهلش تشكر فيها. المهم انت حنا اليوم جينا عندك باش نوجهوا واحد النداء للمشاهدين ونداء الناس اللي كيشوفوا فينا نطلبوهم انهم يعاونوك انت والاخت ديالك. ياك اميمتي؟ نطلبوا هاد المحسنين اللي كيشوفوا فينا. الحمد لله. الله ينزل في قلبهم الحنان. الله. ياك اميمتي؟ حيت حنا كنديروا غير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. الله لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله. جيت باغا تمشي للسبيطار اختي ام اختي زهر ياك. اللي يداويها لينا واللي يجيب ليها شي 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 ماطله هكا كيتنفخوا. اللي يجيب لها شي حويجات ميكله اي حاجه. شوف. خبز ديال الباكي يفطر في صباحتك. ديال الباكي يفطر في صباحتك. مسي اختي مسي. هاد الايام سبع ايام اكلت الخبز. علاش؟ ما لقينا باس. ما عرفتش واش غادي نمزح. وللاسف الشديد مشاهدي قناه شوف تي في من غير المحسنين غنقول واحد القضيه. فين هما الجيران؟ فين هي الجوره؟ فين هو فين هو النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سبع جار وكيقول كيفاش كتبات شبعان وجارك جيعان؟ كيفاش هاد المهمه تقول لك سبع ايام ما كلات النعمه حيت ما لقاتهاش؟ واش ماتت الحنان في قلبنا؟ واش ما بقاتش عندنا الانسانيه؟ راه والله العلي العظيم الا كاين الناس اللي كيلوحوا الماكله والله العلي العظيم كاين الناس اللي كيتباهوا بالماكله ومني كيساليو منا كيلوحوا فطار وزبل. فين هما فين هو داك الاخاء؟ انا بعدا تنعرف ان الساكنه ديال درب السلطان ناس بلا ما ندود نذكرهم الله يعمرها دار كاينه ديك الاخوه كانت. واش هادشي ما بقاش اخويا عندكم؟ واش هادشي ما بقاش؟ هو خليه كاين غير هو خليه بزاف صراحه خليه ولا كلشي الناس اللي مع المشاكل ديالو مع لا 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 غير اسمح لي الله يجازيك بخير ما يمكنش لي تقول لي حكا راه ما يمكنش ما تقدرش توفر خبيزه لهاد الناس في النهار كل عائله توفر لها خبزه راه ما يمكنش نقدروش نوفروا طريف ديال اللحم لهاد الناس الشيء انا درت نص كيلو نحيدها واحد طريف درت غير جوج فخيضات نحيدها نص ديال راه والله الا حشومه وعيب وعار عيب وعار هادشي كيضر في القلب وهادشي كيبكي وهادشي كيألم وهادو ماشي قيم ديال المغاربه وهادو ماشي قيم ديال الاسلام وهادو ماشي قيم ديال المسلمين وهاد الشيء راه صراحه ضرني في قلبي ان هاد السيده تقول لك سبع ايام ما كلت الخبز لا حليبه لا خبيز لا ما كاين كتقولي اختي كتقولي ما تسمحوني شنو تشهي يا مهمتي تاكل؟ تقولها مع الناس شنو مشهية تاكلي اليوم؟ تشهي قولي لي شنو بغيتي؟ لا والله حتى تقولي لي قولي لي شنو تشهيتي؟ لا قولي شنو بغيتي ويلا تنقول دانون مسكين دانون تنقول شنو بغيتي؟ هادي كان باش فطرتي اليوم؟ باش فطرتي اليوم؟ أنا درت حليب وشوية خبيزة هاد الخبز هذا تقدري تاكلي بعدا تقدري تاكلي؟ كاين سنان خصك هذاك الشيء رطب بحال كيكة بحال داك الشيء رطب ياك؟ تاكليه لا اله الا محمد رسول الله والو مهمتي مكاينش اللي يجي يدق عليكم ويقول لكم اش خصكم ما كيجيوش عندنا كيجيوش عيطتي العيد الكبير شريتو الحولي لا سليت العيد واحد السيد مسكين جاب لهم جاب لهم الحولي الله يخلف عليه
لا حول ولا قوة إلا بالله. واش ما كاينش شي جمعيات فاطمة الزهراء ولا دار العجزة حشومة تبقى بوحدها؟ اودي اش من جمعيات، الله يهديك، راه دوينا على هذا الموضوع. لا ما بغيت، هي ما بغيناش نديوها لدار العجزة، هي الحمد لله عندها دارها بيتها في السطح وكاين اختها. حنا بغينا هاد الجمعيات اللي كيمشيو يفرقوا الماكلة على دوك المتشردين اللي مدمنين، عوض ما يصلحوهم يجيو عند هاد الناس، شوفوا شنو خصهم، شوفوا ماكلتهم، شوفوا شرابهم، شوفوا دواهم. هاد السيدة المحل واش كتشرب شي دواء؟ تشرب لي دواء لا والو. دواء السكر، دواء طانسيون، مكتشربيش ولا دواء الأعصاب كتشربيهم؟ ما عندكش. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي غنختموا معكم المباشر المؤلم، هذا المباشر، هذه الحالة الإنسانية الصعبة، هذه الحالة الإنسانية التي تستحق المساعدة. فينكم المحسنين؟ بينوا لينا الناس اللي كتصيفطوا بعض المرات الفلوس الى غير اهلها، اللي كتصيفطوا الفلوس والاموال القنوات والتخربيق. فينكم المشاهير اللي كتضلوا تباهوا علينا بالصور في انستغرام؟ بانوا هنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يحنن القلوب. غنخليو لكم رقم ديال الهاتف للتواصل، خصنا الطبيب، خصنا الدواء، خصنا ناموسيه، خصنا ليكوش. هذا هي ليكوش مزوج من الزيبون، خصها كل شيء. لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهدي قناه شوف تيفي غنختم معكم المباشر، ونخلي لكم الرقم ديال التليفون على امل اننا نتلاقاو بكم ان شاء الله في مباشر اخر باذن الله. قلنا الرقم اخويا اللي عنده استطاعه في الناس، حنا كنتم شفتوا هذا الفيديو هذا، تفاعلوا معاه. السيده مسكينه 12 عام مات من بلاصه، 12 عام مسكينه، 12 عام ما تخرجش تقعد، الا ما قعدت خصها مسكينه هي عندها شي 50 عام، قدر الله ما شاء انهم ما تزوجوش، هذه سنه الحياه. قلت لهم الله عز وجل كما قال الله عز وجل عاونوا على البر والتقوى، طلب الله انكم تعاونوا مع السيده مسكينه، ما باغا لا فلوس لا والو، اخت مزرعه فاش عندها شهادتها، هي باغا غير الدواء مسكينه، باغا غير الدواء، باغي الدواء، باغا صحيحتها، اختها مسكينه عيات، اختها هي مسكينه عيات جوج الاول وعيات مسكينه، قالت عيتني اختي، عيتني نهزها وما نقدرش نهزها بوحدي، وحنا سولوها، حنا ما كنطلعوا عندها، وكتطلع عندها الزوجه ديالي، كتطلع عندها بنتي اللي باغي تعاونهم شي حاجه، ها هما سولوها، ونطلب الله عز وجل يجعل الفراش خير ان شاء الله. الله يسكن مشاهدي قناه توفي، وكنشكر قناه توفي اخت المزهر بزاف بزاف بزاف، لان خفت معنا في مواقف كثيره وجاب الله تيسير الحمد لله، وكنشكر الاخوان اللي في الكواليس اللي معاه تا هما مساكن اللي كيديروا عمل كبير تا هما. كلمه اخت المزهر. بغينا شي محسن يتطوع يصبغ لنا هذا البيت، يبدل هذا الفراش، حنا غنوريه لكم، يجيب حويجات جداد. هاد السيده هي تحس غير بشي نويميسيه، هي والاخت ديالها يحسوا بريوسهم بعدا غير شويه عايشين المتوسط.